بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثالث في مادة اللغة الخالدة. ونتعرف اليوم بإذن الله تعالى على موضوع الفهم القرائي: الخمر رجس من عمل الشيطان. ما هي الأهداف التي سنحققها؟ نتعرف اليوم بإذن الله تعالى على أحد السموم القاتلة وهو الخمر. الأهداف التعليمية: أن يقرأ الطالب النص قراءة صحيحة، أن يقارن الطالب بين معاني الكلمات الجديدة من خلال السياق والترادف والتضاد، أن يجيب الطالب عن أسئلة تفصيلية تبين استيعابه للمقروء، أن يستنتج الطالب القيم الصريحة والضمنية في النص. نفتح الكتاب على الفهم القرائي: الخمر رجس من عمل الشيطان، ونقوم بقراءة النص قراءة صامتة مدة 3 دقائق مع الالتزام بآداب القراءة الصامتة. فما هي أسس القراءة الصامتة؟ تجنب الهمس، أحسنتم، تجنب التلفظ، تجنب تحريك الشفاه، الالتزام بالوقت المحدد، وضع خطوط بقلم الرصاص تحت الألفاظ الجديدة. إذن الآن 3 دقائق لقراءة النص قراءة صامتة. إذن قمنا بقراءة النص قراءة صامتة، الآن نقرأ النص قراءة جهرية. هذا النص يتكلم عن الخمر رجس من عمل الشيطان، إذن يتكلم عن أحد السموم القاتلة وهو الخمر. نقرأ: تعد الخمر من أقدم المواد المخدرة التي تعاطاها الإنسان، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل وتستره، أي تغطيه وتفسد إدراكه، فكل ما من شأنه أن يسكر يعد خمرا من الناحية الشرعية، سواء أكان من الحبوب أو الفواكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. فهل الخمر والكحول سم أم دواء؟ إذن لماذا سميت الخمر بهذا الاسم؟ ما السبب؟ لأنها
تخامر العقل وتستره، أي تغطيه وتفسد إدراكه. إن الخمر هي السم الذي يجده كل من يهرب من مشكلاته من مضطربي الشخصية، فجرعة واحدة منها قد تسبب التسمم والهيجان والخمود، وقد تؤدي إلى الغيبوبة. أما الإدمان على شربها فقد يؤدي إلى التهاب المريء وتقرح المعدة والتهاب البنكرياس وتشمع الكبد وتسريع حوادث تصلب الشرايين والإصابة بمختلف أنواع فقر الدم والهذيان الارتعاشي والتأخر العقلي، إلى جانب تثبيط وظيفة قشرة الدماغ وتعطيلها، فضلا عما يلازم مدمن الخمر من أمراض نفسية كالاكتئاب والعزلة والتوتر. إذن هنا في هذا المقطع تكلم عن بعض الأمراض التي يسببها إدمان الخمر. ما أقبح الخمر؟ تذهب العقل وتنهك الصحة وتضيع المال، ومتى ذهب العقل حل الإجرام. من أجل ذلك كله شدد الإسلام على تحريم شرب الخمر وعقوبة شاربها، فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هنا في هذا المقطع الدليل على تحريم الخمر لأنه من المسكرات. فما أسوأ ألا تستجيب النفوس لهذا الأمر، خاصة وأن تحريم الخمر في الإسلام لم يأتي دفعة واحدة، بل جاء عبر مراحل وخطوات تمهيدية لعلاج الأمراض الناجمة عنها والمتغلغلة في حنايا النفوس وخلايا الجسد. وهذا من الحكمة التي انتهجها الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية، فقد سلك بالناس طريق التدرج في تشريع الأحكام حتى تتهيأ لها النفوس وتصبح قادرة على تطبيقها بقناعة فكرية وقبول نفسي. فبدأ بتنفير الناس من الخمر بطريق غير مباشرة في الخطوة الأولى لتحريمه، وذلك حين أنزل الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إذن هنا الإسلام عندما حرم الخمر حرمه بالتدرج عن طريق خطوات تمهيدية، بعد ذلك حرم الإسلام الخمر تحريما قاطعا. الخطوة الأولى لتحريم الخمر عندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وهي تتضمن تلميحا إلى ضرره مع وجود منافع اقتصادية للنخيل والأعناب. ثم تبعتها الخطوة الثانية. إذن الخطوة الأولى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي بدأت بتنفير الناس من الخمر بأسلوب غير مباشر أو بطريقة غير مباشرة. الخطوة الثانية وهي تتضمن تلميحا إلى ضرره، ثم تبعتها الخطوة الثانية وهي تحريك الوجدان الديني في نفوس المسلمين وتنفيرهم بشكل مباشر من الخمر عن طريق الموازنة بين نفعها المادي الضئيل وضررها الجسدي والروحي الكبير، بنزول الآية الكريمة:
أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الخطوة الثانية من تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم كانت الخطوة الثالثة، وهي التحريم الجزئي للخمر في أوقات الصلاة لما لها من أثر سيء على العقل والتفكير، فهي تفقد شاربها القدرة على التركيز والتوجه في أثناء إقامة فريضة الصلاة. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هنا الخطوة الثالثة، التحريم الجزئي في أوقات الصلاة فقط. وبعد ذلك جاءت الخطوة الحاسمة، وهي التحريم القطعي للخمر وفي جميع الأوقات بعد أن تهيأت النفوس والأجساد لها. فصدر الأمر الجازم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن تحريم الخمر كان بالتدرج حتى تتهيأ النفوس لذلك. الخطوة الحاسمة والأخيرة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. إذن هنا كان التحريم القطعي. وهناك فكرة غير صحيحة عند بعض الناس ممن يرى أن الخمر تزيد من قوة الشخص وقدرته وتهبه الشجاعة والجرأة، فإذا به يعمل من الأعمال ما لا يستطيع أن يعملها دونها. والحقيقة أنه يعمل ذلك وكأنه فاقد لشعوره، وما تلك القدرة إلا وهم، والقوة والشجاعة التي يظنها إنما هي العقل الذاهب والرأس الدائر، وهي في الواقع قوة وشجاعة أقل من طاقته الحقيقية الواعية. كما يشيع شارب الخمر أن لها فوائد ومزايا مادية وطبية، فهي مفيدة للجسم ودواء له من أمراض البرد. وقد دلت الأبحاث العلمية على ضرر الاعتماد على الخمر وسيلة غذائية، إذ ثبت أنها تضر أجهزة الجسم. وأكدت الإحصاءات لشركات التأمين أن مدمن الخمر قصار العمر، علاوة على أن مقاومتهم للأمراض ضعيفة، خاصة أمراض البرد، مما يؤدي إلى إصابتهم بالكثير منها. فأجدر بأن يرد على هذا القول، ويدرك الجميع أن للمسكرات أضراراً وأخطاراً تفوق ما قد يكون لها من منفعة ضئيلة هزيلة، ويؤمنوا بأن الإسلام بنهيه يهدف إلى بناء شخصية الإنسان المسلم وحمايته في جسمه ونفسه وعقله من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق به وتقوض دعائم الحياة السليمة له. إذن هذا النص يتكلم عن الخمر، تعرفنا على معنى الخمر، ما هي الخمر، لماذا سميت بذلك، كذلك أن الإسلام عندما حرم الخمر جاء هذا التحريم بالتدريج لكي تتهيأ النفوس لذلك. الآن نتعرف على بعض الكلمات أو المفردات الغامضة ومعانيها. أنمي لغتي أولاً، أصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها، تعاطاها، تنفير، جرعة، تثبيط. معنى تعاطى الخمر أو معنى تعاطاها، نختار الإجابة الصحيحة: كمية قليلة، تناولها، تضعيف، إفزاع وإبعاد. معنى تعاطاها، أحسنتم، أي تناولها. أقول تعاطى الخمر أي تناول الخمر. تنفير، هل هي بمعنى كمية قليلة، تضعيف، إفزاع وإبعاد؟ ونفر من الشيء، أحسنتم، إذن بمعنى إفزاع وإبعاد. جرعة،
المقصود بكلمة جرعة، أحسنتم، كمية قليلة، تثبيط، أحسنتم. إذا معناها تضعيف، ثبط الشيء أو تثبيط الهمة معناها تضعيف الهمة. باء، أكمل على غرار المثال الذي أمامي لتحديد فعل الكلمة، ثم أصل هذه الكلمة بمعناها المناسب. الكلمة الموجودة أمامي، عفواً، ثم أصلها بالمعنى المناسب. الكلمة الموجودة أمامي هنا الكلمات، المطلوب أن آتي بأصل الكلمة بعد ذلك معنى الكلمة. إذن أحدد أصل الكلمة أو أعود إلى أصل الكلمة، بعد ذلك أختار المعنى من المعاني الموجودة أمامي. نبدأ في الكلمة الأولى، معنى كلمة تنهك، أقول الخمر تنهك الصحة. أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفعل الماضي، أحسنتم، مأخوذة من الفعل الماضي نهك. معنى هذه الكلمة، أحسنتم، إذن بمعنى تجهد. الكلمة الأخرى الناجمة، ما أصل هذه الكلمة؟ مأخوذة من الفعل الماضي، أحسنتم، إذن مأخوذة من الفعل الماضي نجم. معنى هذه الكلمة، نختار الإجابة الصحيحة، أحسنتم، الناجمة بمعنى الناشئة أو الناتجة. أقول مثلا أغلب الحوادث ناجمة عن السرعة. معنى كلمة الناجمة بمعنى الناشئة أو الناتجة. الموازنة، مأخوذة من الفعل الماضي، أحسنتم، وازنة. معنى كلمة الموازنة، نختار الإجابة، أحسنتم، بمعنى المقابلة. إذن الموازنة المقصود بها أو معناها المقابلة. تقوض، أحسنتم، مأخوذة من الفعل الماضي، قوض بمعنى، أحسنتم، إذن بمعنى تهدم. الجازم، أحسنتم، مأخوذة من الفعل فعل الماضي جزم. معنى هذه الكلمة، أحسنتم، بمعنى القاطع. إذن تعرفنا على الكلمة، أصل هذه الكلمة بإعادتها إلى الفعل الماضي، بعد ذلك معاني الكلمات. أقول الرأي الجازم، أي الرأي القاطع الذي لا تراجع فيه. تقوض بمعنى تهدم، أقول قوضت الدعائم بمعنى هدمتها. الموازنة، وازني أو نوازن بين هذين الأمرين، أي نقابل بينهما. جيم، أختار كلمة من الكلمات السابقة وأضعها في جملة مفيدة. نختار أي كلمة من الكلمات ونقوم بوضعها في جملة مفيدة، أحسنتم. مثلا أكثر حوادث السيارات ناجمة عن السرعة. إذن الناجمة بمعنى الناتجة الناشئة. نأخذ أي كلمة، نستطيع نأخذ كلمة أخرى، مثلا المخدرات تنهك العقل والجسد. نستطيع أبنائي وبناتي أن نأتي بجمل مفيدة لجميع الكلمات السابقة. ثلاثة، الخمر رجس من عمل الشيطان. تعددت المعاني التي تفسر كلمة الرجس، ولكن هناك كلمة بين المعاني الآتية لا تفسر هذه الكلمة. ما المقصود بكلمة الرجس؟ العنوان هنا الخمر رجس من عمل الشيطان. ما المقصود بكلمة رجس؟ الشيء القذر، النجس، الحرام، الكفر، الصوت، العذاب. نختار الكلمة التي لا تمثل معنى الرجس. ما هي هذه الكلمة؟ أحسنتم، إذن كلمة الصوت. إذن معنى الرجس، الرجس بمعنى شيء القذر. إذن الخمر شيء قذر، تعتبر شيء نجس. كذلك الرجس أتت بمعنى الكفر في القرآن الكريم. الحرام كذلك من معاني الرجس، العذاب. الصوت
ليس من معاني كلمة الرجز. ثلاثة، السم، الهذيان، الإدمان. أضع كل مصطلح مما سبق أمام المعنى الذي يدل عليه. المداومة على الشيء وعدم الإقلاع عنه كل مادة سامة، اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي. نختار هنا المصطلح المناسب للمعاني أو للتعريف الموجودة هنا أمامي. السم نبحث هنا، أحسنتم، إذن السم هو كل مادة سامة. معنى الهذيان، أحسنتم، إذن الهذيان هو اضطراب عقلي يتميز باختلاط أحوال الوعي. الإدمان، أحسنتم، المداومة على الشيء وعدم الإقلاع عنه، إذن هذا معنى الإدمان. إذن الإدمان المقصود به المداومة على الشيء وعدم الإقلاع عنه. السم كل مادة سامة. الهذيان اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي. إذن تعرفنا في هذا الدرس على معنى الخمر وحكم الخمر في الإسلام، وكيف حرم الإسلام الخمر، ولماذا حرم الإسلام الخمر بهذه الطريقة، كذلك ما هي الأمراض التي تسببها أو التي يسببها الإدمان في الخمر. نكمل بإذن الله تعالى بقية هذا الدرس في الحصة القادمة. ألقاكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.